عندي عجينة بتتعمل، هننزل مقاديرها، نبدأ ان احنا نشكلها مع بعض واوريها لكم هتبقى عبارة عن ايه. نص كيلو من الدقيق، بعد كده عندي معلقة كبيرة من الخميرة، نص كوب من المية الدافية، بعد كده نص كوباية سمنة، عندي نص كوباية من زيت الذرة عشان ينعمها لي العجينة تبقى ناعمة معايا ما تبقاش ناشفة. لما مش في ناس تقول لك ايه والله بعد ما بسيب العجينة بلاقيها ناشفة معايا، لا الزيت ده بينعمها لك أكتر. 2 معلقة كبيرة مع السكر، رشة ملح، معلقة كبيرة من الشمر المطحون يكون متحمص ومطحون، ينسون يكون متحمص ومطحون، كوباية من الزبادي، كوباية من الحليب، وعندي 2 معلقة كبيرة من السمسم المحمص. تمام، السوائل هنتحكم فيها طبعا واحنا بنعجن. ده مبدئيا هو اول حاجه كده اهوت بقى ايه، بجيب عندي الخميره ونبدا ان احنا ايه، ناخد عندي شويه من الحليب واقوم حاطط معاهم عندي الزبادي بالشكل ده. بس اشتغلي بيها شوفي الموضوع هيبقى عامل ازاي. يعني الزبادي خدناه مع نص كوبايه كده من الحليب، ولو احتاجنا حليب تاني واحنا بنعجن ممكن نضيف. واقوم ايه مدفيهم على النار، بقى ايه بقطعهم كده على النار، بعملها بعمله زبادي. واقوم واخد عندي الخميره حاططهم معاها، ومع الخميره اقوم حاطط ايه شويه بسيطه جدا من السكر. بص بقت عامله ازاي، الحليب مع الزبادي مع الخميره. انا مدفي الكازرولا دي عندي على النار فحطيتها، فمجرد ما حطيتها مع الخميره بدات الخميره عندي تدوب بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. جميل، الزبادي نركز بس في الخطوه دي مهمه قوي. الزبادي خدناه مع الحليب، الكازرول اللي انا مدفيها عندي على النار، بعد ما خدناها حطينا فيها الحليب وحطينا فيها الزبادي والخميره والسكر. بس هنا اليانسون المطحون، البودره، الشمر المطحون ان انا برضو محمصه، معلقتين كبار من السمسم. لازم طبعا المعادله تبقى موجوده معايا في رشه الملح المهمه جدا جدا للمعجنات. ادي رشه الملح اهيت، ونقلب الخطوه دي كلها مع بعضها. طيب بعد كده بقوم جايب عندي بوله زي دي عشان اعجن في عجان، هعجن على ايديا. اقوم حاطط عندي الدقيق مع الشمر مع اليانسون، بعد كده يا عم حمدي بنقوم حاطين عندنا ربع كوبايه من السمنه، وربع كوبايه من زيت الذره، ربع كوبايه وربع كوبايه، ربع وربع، ونقوم واخدين الايه الكلام ده كله، لان المقادير اللي كانت قدامك ديت معموله نص الكيلو من العجين. المقادير اللي قدام حضرتك ديت معموله الكيلو من العجين، فعشان كده انا بحط نص الكميه بس. يعني مش هنعدل في المقادير حاجه عشان الناس ما تلخبطش، هو كل اللي هتعدي لي فيه اللي هو كيلو دقيق مكان نص كيلو دقيق هيبقى كيلو دقيق بس، كل حاجه زي ما هي. يا حمدي المقادير بس اللي كانوا نص كيلو دي هيبقى كيلو من الدقيق على نفس المقادير اللي موجوده. بس لازم طبعا انعم السمنه مع الزيت قدام حضراتكم مع الدقيق بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، اللي هي بنقول عليه بنبس العجينه كويس جدا. هنا الحليب جنبي اهي، المقادير المنينه اهوت يا جماعه موجود قدام حضراتكم، هي نفس الموضوع بالظبط. الله يخليك يا محمد. والخميره طبعا بتبقى فيه قليله، ما بتبقاش فيه كتيره في المنين لانه هو بيتخمر براحته، بياخد فتره كبيره عم يتخمر. طيب هنا الزبادي اهوت مع الخميره مع الحليب نقوم ضايفينه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله العجينه بقت عامله ازاي؟ والعجينه يا ريت تجيبي الدقيق الخاص بالكحك والبسكوت ما يبقاش فيها عرق، يفضل يعني.
بص العجينه بقت عامله ازاي ان شاء الله في ايديا. حلو الكلام اهي. وهكذا نبدا ان احنا نعجنها بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. تاخدي بقى ايه، بصي ما هي بوله خشب اللي انا شغال فيها دي او بوله ازاز ايا كان. نبدا نلم العجينه كلها، الزيادات دي كلها اللي موجوده في البوله. احلى حاجه اللي انا اشتغل في بوله خشب بصراحه في العجن. العجينه دي يا عم مش محتاجه اللي هي اي حاجه تاني ولا حليب ولا محتاجه اي حاجه، هو نفس الكميه اللي انا حطيتها هي دي اللي هنبدا نشتغل بيها. ثانيه العجينه طلعت مش هتاخد معاك وقت. بص العجينه عامله ازاي قدام حضرتك اهي، تمام اهي، ملمسها محترم. هنقوم واخدينها ونسيبها عندنا ترتاح لمده بالظبط نص ساعه راحتها خالص. بعد ما ترتاح معايا هنبدا نجيب عندنا العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي احنا مريحينها قدام حضرتك اهيت. ونبدا اللي احنا نشكل اسعد الباشا. خدها كده اول واحده، واجيب عندي العجوه اللي انا حاطط فيها زبده واعملها كده على شكل صوابع كده ونقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا ناخد عندنا هي تمنين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ان شاء الله كده اهوت اهي. نجيب عندي السكينه ونبدا ان احنا نقطع على السكينه او مقطع، والله انا عايز يعني محتاج مقطع افضل. المقطع فين كان هنا؟ تمام. وناخدها برضو ونبدا اللي احنا نرصها عندي فين في الصينيه بتاعتنا. تمام. وبعد كده ببدا اللي انا اعمل لها سائل تلميع عندنا. هناخد العجينه بسم الله الرحمن الرحيم حاطينها. بص العجينه ما شاء الله عامله ازاي. تمام كده نفرد. وقلب كده نعملها. بص تاخدي العجينه كده ونرصها، العجينه تبقى ما تبقاش يعني مفتوحه قوي بحيث ان تعرفي ان انت تشكليها زي اللي قدام حضرتك ديت. تمام التمام. تعالوا نعمل بقى شكل تاني بالملبن بسرعه اهو. ناخد العجينه بتاعتنا، اجيب عندي الملبن. بسم الله الرحمن الرحيم. العجوه لازم تتحط معاها زبده يعني تبقى طريه بالزبده، ولو الناس اللي عايزه تحط عليها قرفه ممكن تضيف عليها قرفه، لو عايزه تحطي على العجوه قرفه بتاعتك تبقى جميله جدا، وفي ناس تحط عليها جوز الطيب تبقى ممتازه. العجينه زي ما اتفقنا بلاش تحطمليها مفتوحه قوي، يعني بلاش تحط فيها حاجات سايله كتير عشان تعرفي ان انت تشكليها. بالنسبه للمنين طبعا احنا بنسيبه اهوت ونسيبه يتخمر. طبعا عايز تعمليه قرص اعمليه، عايز تعمليه ساده مفيش مشكله، صوابع، كعب غزال، اعملي فيه المنين اللي انت عايزه.
حضرتك انت بتجيبيه وتحطيه عندك في الصواني وتسيبيه يتخمر، وبعد ما يتخمر بتقوموا واخداه على طول على درجه حراره 180 على درجه حراره فوق المتوسطه لحد ما يبدا يستوي معاكي، بيطلع عندك بالشكل ده سواء العجوه او الملبن اللي احنا عملناه. تمام. والعجوه زي ما اتفقنا عشان ما تبقاش ناشفه معاكي انت بتدي لها زبده من جوه، ده مهم جدا.